المشروع التالي يعنى بالألماس بتكلفة منخفضة وجودة عالية. مرحبا، معاكم أشواق الشخصية من سلطنة عمان، صاحبة العلامة التجارية آش كوتور. أنا اليوم شارك تانك دبي أطرح لكم الفرصة تشاركوني نجاحي بمبلغ 1,000,000 درهم إماراتي مقابل 15% سهم في شركتي. الكل صار يميل لللوكجري فاشن، وإحنا في آش كوتور نمشي على مبدأ الأفوردبل لوكجري، فإحنا نصمم قطع باستخدام لولو مياه العذبة اللي هو تصنيفه سعرياً أقل من لولو مياه البحر، وبكذا قدرنا نبدأ The Ash Couture Revolution ونخلي الكل يكشخ بلولو. على مبدأ الأفوردبل لوكجري حابين نبدأ لان جديد اللي هو سوليتير باي آش، ونضيف بعض من تصاميمنا اللاب كرييتد دايموند، ونخلي بعض التصاميم الألماس فقط. فأنا اليوم شارك تانك دبي لا أبحث عن شريك الاستثماري فقط، بل الشريك الاستراتيجي اللي ممكن يوصل آش كتور في المكان اللي احنا عارفين ممكن نوصله بس في أسرع وقت ممكن. حابة تجوا تشوفوا البرودكت عن قرب كلنا. إذا ممكن كلكم يلا، على الأقل يحصل لي شرف أنكم تشوفوا البرودكت. إنزين يلا. Affordable luxury. Affordable luxury. هذا اللاب دايموند. This is a loose lab diamond، وعندنا هناك solitaire lab diamond نفس الشيء. اللمعة مالت اللاب دايموند عجيبة. It is real. Yes, it is real. بكم هذا؟ هذا سعره as lab created could range around 18K. وإذا كانت طبيعية؟ إذا كانت طبيعية بتبدأ واحد من واحد ونص at least 60%. أعلى تكون تقريباً 25,000 إلى 30,000 درهم. yes. ها؟ yes. لو كانت طبيعية. yes. تبيها فيصل؟ عندك كاش؟ ما ندور حرمة قبل. دور حرمة قبل. ليش أنا حبيت أبدأ في اللاب كرييتد دايموند؟ لأنه ما عندنا زيرو توعية في الدول الخليجية. زين، عطينا قصتك. إيش okay. إيش الباك جراوند وخلفيتك قبل لا توصل إلى الشركة هذه؟ أنا خريجة إيكونومكس. I have a day job. أشتغل في هيئة حكومية، أتعامل كثير مع الموردين، فهذا عطاني نظرة كبيرة على السوق الحالي، وش يمشي وش ما يمشي. آش كوتور أصلاً أنا بديته من زمان، وكان براند أوتفتس. كم سنة يعني؟ نتكلم عن 2012. ما شاء الله سألك 13 سنة في السوق. أيوة. بس أول شيء كنت تبيعي أزياء. أيوة كان أزياء. صار لي سنة وشوي بس على المجوهرات، والمبيعات اللي جالسين نسويها واجد زينة. عندي عقود مع شركات أوريدي سارية، في طلب بس ما عندي الكاش فلو المناسب أني ألبي هذا الطلب اللي موجود في السوق. أنت قلتي أنه عندك مبيعات هالسنة. yes. كم مبيعاتي؟ تفضلي. مبيعاتي خلال هالسنة تقريبا 300,000، والكوست تبعي كان تقريبا على 100,000 درهم. لاب كرييت دايموند اليوم الفاليو طبعا بتنزل كل يوم، يعني نزل سعر تقريبا 70%. شو تعملي لما ضلنا ينزل سوق اللاب كرييت دايموند؟ انا اشوف نفسي سباقه في هذا المجال وسباقه في السوق. كل هذه المبيعات اللي صارت بدون ولا درهم ماركتينج. انا اخاف ادخل في الماركتينج لانه اي كانت سبلاي ذا ديماند. انت تتكلمين وايد ان عندك طلب كبير 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 وما بقدر تلبينه. ايه الارقام جيده كبدايه، لكن ما تعكس لاني ما اكمل شهرين واصير اوت اوف ستوك، ولما اصير اوت اوف ستوك انا في شهر اخسر فوق 20K. شو البرودكشن لاج اللي عندك؟ يعني اليوم لو خلص ستوك عشان تطلبين لازم انتظر 40 يوم فيروح علي شهر. يعني لو عندك المبلغ اللي طلبت اللي احتجتيه، ايه كم بتسوي مبيعاتك من خلال العقود اللي موجوده عندك حاليا؟ I cannot process it right now. طريقة ثانية، إيش البروجكشنز حقتك؟ البروجكشنز اللي عندي إنه at least راح يكون 2 to 3 times more than what I'm doing now. أنا ما فهمت شغلات كثيرة. أوكي. أكبرها وأهمها الأرقام، لهالسبب أنا أنسحب. إن شاء الله. حسب مبيعاتك اليوم أشوف إن التقييم وايد وايد عالي، مناسب يعني لهالمبيعات وإيرادات اليوم. واحنا قاعدين نستثمر اليوم، ما قاعدين نستثمر في سنتين. ولهالسبب انا بنسحب من الاستثمار. في نقص واضح في موضوع الامور الماليه، لابد يكون عندك شخص من جزء من فريق العمل يكون مختص في هذا المجال، وبعدين تعرضون الفكره، وانا متاكد المستثمرين بيكون اقبالهم ايجابي جدا على المشروع.
فأنا في المرحلة الحالية بضطر أني أنسحب. أكيد بدي أعيد. شوف I'm gonna cry. No, ليش؟ أنا بحب الفاوندرز يكون مركز على شغله. ما بحب الفاوندر يكون عنده شغل بالنهار وشغل بالليل وبارت تايم بصراحة. هذا my wish. لازم يكون في ديديكيشن لشغل 100%. Yeah. مش هيك أنا بنسحب. I'm working on leaving. لازم تركيز لأنه اليوم بس يا إلي هي تقول لك إذا بتشترط عليها تعطيها عرض وتشترط عليها هي راح تترك عملها. ما فينا نحكي بالمستقبل إذا وإذا. اليوم هي عندها شغل. نصيحتي لك أنه تلاقي حدا بالفاينانس ركزي شوي أكثر بعدين لما تلتقي بإنفسترز يكون هنا متشجعين أكثر. ولكن عن جد حماسك واضح ونتمنى لك التوفيق. وبناء عليها أن الخمس شاركس اعتذروا نتمنى لك كل توفيق وشكرا على جيتك معنا. You guys kind of promised me ولمحتوا أنه إذا صلحت في هاي الأماكن بتكونوا مستثمرين. So remember my face برجع. إذا صلحتي نشوفك مرة ثانية. الله يعلمك. إن شاء الله. شكرا تسلموا. الله يوفقك إن شاء الله. الريجكشن كان واجد بوزيتيف. في عوامل عليها قبل ما أرجع أطرح البزنس للإنفسترز وإن شاء الله خير. لا أنا بالنسبة لي أصلاً هذا الألماس اللي المصنع في المختبرات الحريم يقبلونه؟ الميلينيالز قبلانين الموضوع مقبولة؟ إيه يعني الجيل الجاي بدهم أهم من لهم السستينابيليتي من الروك بس ما له قيمة إيه ما له قيمة.